نعرفوا جميعا أن بلادنا كتمرهد الأيام بظروف استثنائية، والمعروف علينا كنديروا يدينا في يد بعضياتنا باش نتعاونوا ونتضامنوا. هاد الروح التضامنية ونوقفوا مع بعضياتنا في الحزة منشية منا كمغاربة اللي ورثناها على آبائنا وجدودنا، واللي هي من قيم ديننا الحنيف اللي كيحثنا على التآخي والبدل والإحسان. وحيت أملنا فيكم كبير، سمعنا وكون معانا وخليك في الدار. باب التبرعات مفتوح، اللي قادر يعطي أي مبلغ ما يتسناش. بلادنا أمانة في رقبتنا وعندها دين كبير علينا، وفي هذا الوقت اللي خاصة نكونوا مغاربة حرار. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اهلا السيد دكتور كريم، اكيد لاباس عليك؟ لاباس بنتي الحمد لله. لا صافي خير السي مدرب، تبارك الله فيك. كنشكرك بزاف هدا اولا، وكنشكر ديك الاخت اللي كتستقبل المكالمات، بارك الله فيك. لا الله يجازيها بخير، استقبلتني في سهوله، الله يسهل عليها، الله يحن عليها، حتى هي يحن عليك حتى انت. اللهم امين. جميع المجمع الكريم، حتى هي راه من الجنود الخفاء، حتى هي راه خدامه ووليداتها وزوجها وكتقوم بواحد الواجب وطني. بارك الله فيها لاله سعاد عقال. الله العظيم لك لاله سعيد عقال. هذيك الجمعه اللي فاتت هضرت مع توقيل هذيك واحد الاخت ما تقبلتنيش، مع ولاني ما في مشكل، كان هناك ضغط بنتي في المكالمات على الهاتف. معذره بنتي. ماشي مشكل الله يودي، كنشكركم بزاف بزاف. انا هي زهره من ترجان، كنت عيطت لك واحد المره فاش كانت ديال الصفات ديال الوالده. حاجه واحده اللي بغيت منك السيد الدكتور كريبا، اسمح لي، بغيتك غير واحد الدعاء للوالده، ما بغيت منها الدنيا حتى شي حاجه، ما بغيتها، بغيت غير الدعوات الرحمه للوالدين. لا اله الا الله، الله يسهل عليك، الله يحن عليك، الله يرحم لك الوالدين. ما بغيت حتى شي حاجه من هذه الدنيا من غير رحمه الوالدين ديالي. الله اكبر عليك والوالدين ديال جميع المسلمين الكريم. اياه لا اياه اياه لا لا اله الا الله. الله يفتح عليك، الله يحن عليك البيض الله خير. اللهم امين. لله اللهم امين. بارك الله فيك، بارك الله فيك. الله يسهل عليك. كنصلي وكنقطع مع الصلاه، كنحاول تنقول راسي ما غاديش نسمح لراسي الا فاتت نقطع مازال الصلاه، ما عرفتش على كذا، ما عرفتش. كنحاول باش ما نقطعها، وكنصلي كنطول كاع شهر هكاك، وعاوتاني وكنتوخر اللور، ما عرفتش. لا اله الا الله، الله لا حول ولا قوه. ما بغيت حتى شي حاجه من هذه الدنيا، والله ما باغي لا خوتي لا حتى شي حاجه، ما بغيت حتى شي حاجه من هذه الدنيا. كيف تيقولوا المستمعين، تيقولوا ادعي لي مع هذا ادعي لي مع هذا، ما بغيت حتى شي حاجه من هذه الدنيا، بغيت غير رحمه الوالدين. وهذا السؤال اللي سولتك على الله يسهل عليك، الله يفرجها عليك. بارك الله فيك لاله، بارك الله فيك اختي. الله يجازيك بخير. أعزك الله لله، أعزك الله. الله يرحم لك الوالدين، الله يخليكم لينا، الله يخلي لك لولادك، الله يخلي لك صحتك. آمين آمين لله. زهرة شكرا لك، شكرا. هذه فرصة نذكر أحبابنا الكرام بقضية الصلاة. لاله زهرة كتقول لك بأنك تقطع الصلاة. أيها الأحباب الكرام، إذا كان شي واحد فينا مهمل للصلاة، أو كيصلي مرة وكيقطع، أو ربما لا يصلي بالمرة، قد يكون هذا الأمر ربما مبررا قبل زمن الكورونا. أما وقد جاء زمن الكورونا فهذا ناقوس خطر علينا جميعا، علينا جميعا برمتنا، سواء من كان يصلي وكيقطع، أو من كان يتهاون في صلاته، أو من كان لا يصلي بالمرة. هذا ناقوس خطر عظيم وعظيم جدا، علينا أن نجعل في أولى أولوياتنا، وهو أننا نحافظ على الصلاة. كل من كان لا يصلي أقول له لقد ضيعتم كثيرا 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 من رصيدكم فيما قبل. الآن قد جاءت الفترة، ربما رحمة الله تعالى أنه بعث الكورونا تنبيها للغافلين. الكثير منا كان غافل، يهتم بكل شيء، كاين اللي كتسولوا على جميع الفرق الرياضية سواء وطنيا أو دوليا يجيبك عنها بالتفصيل الدقيق، لا يمل ولا يكل أنه يتابع أخبار الرياضيين وأخبار المباريات العالمية، وكيعرف عليهم تفاصيل ديال حياتهم. وكاين اللي كيكون عنده إلمام بتفاصيل الفنانين والمغنيين والراقصين والأنشطة الثقافية المختلفة في جميع التفاصيل. وكاين اللي كيهتم بقضايا السياسة والأحزاب والإيديولوجيات، وكاين اللي كيهتم بقضايا مختلفة، وكيضيع أوقات طويلة أمام المعرفة في هذه الجوانب. غير الكرة كيمشي 3-4 ساعات إلى الملعب
ينتظر انطلاق المباراة، وإذا جاء وقت الصلاة تجده يقوم إليها كسولا، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا، وكل الذي لا يصلي أصلا. فهذا الأمر إذا كان مبررا ما قبل زمن الكورونا هو غير مبرر إطلاق في كل وقت وحين، لكنه بعد أن داهمنا هذا الخطر من السماء فعلينا جميعا أن ننتبه، علينا أن نوطن أنفسنا وأن نجعل أولى أولوياتنا هي الصلاة. ما معنى الصلاة؟ هي صلة بين العبد وربه، الذي لا يصلي قاطع للصلة بين ربه، بينه وبين ربه، بحال قاطع الرحم. قاطع الرحم هو اللي عنده عائلة دمو لحمو، ما كيزورهاش، ما كيسولش فيها، وما عنده غرض بها، كتسمى هذا قاطع رحم. أما الذي لا يصلي هذا قاطع للصلة بينه وبين خالقه عز وجل، وهو أعظم ذنب بعد الشرك بالله، أعظم ذنب أن الإنسان لا يصلي. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم خبرنا بأنه لا قدر الله إذا مات العبد أول ما يسأل عنه قبل أن يسأل عن أي شيء يبدأ له بالصلاة، أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فعلينا أن ننتبه أيها الأحباب الكرام لكي نؤدي الصلاة في وقتها. وهذه الفترة رغم أن المساجد مغلقة، نسأل الله تعالى أن يعجل بالفرج وإعادة افتتاحها قريبا، نصلي جماعة في البيت، يصلي رب البيت مع زوجته ومع أولاده، نقيم الصلاة فيما بيننا، نرفع الأذان في البيت ونصلي جماعة، وحينما ننتهي نأخذ المصحف ونقرأ ما تيسر. بالتناوب، الرجل يقرأ مثلا تمن، والزوجة تقرأ تمن، والأطفال يقرأ تمن تمن، واللي ما قدرش نقرأ جماعة، أو على الأقل عندنا آلة تسجيل، عندنا كاسيت نستعملوا للتسجيل ونسمع كلام الله سبحانه وتعالى فيما بيننا. فأسأل الله الكريم أن يوفقنا وإياكم للصلاة في وقتها مع الجماعة. وأسأل الله تعالى أختنا لنا الزهراء أن يرحم والدتك، هذه فرصة نترحم عن جميع موتانا وموت المسلمين، الله يرحم المؤمنين بذلك، يوسع عليها الرحمات، اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين أجمعين، اللهم أسكنهم فسيح الجنات، اللهم اجعلهم في أعلى الليين، واجعلهم عندك ضيوف مكرمين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يا رحمن يا رحيم، ارحم الأم ديال الزهراء، وارحم جميع أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. لالا الزهراء بقي معنا، غندير واحد الدعوة في الختام إن شاء الله لأمواتنا، سواء اللي ماتوا في زمن الكورونا أو الذين ماتوا من قبل ونحن بهم لاحقون، نسأل الله تعالى أن يرحم الجميع. شكر الله لك لالا الزهراء. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.